كشفت دراسة نشرتها المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، كشفت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الربيع كان في الواقع أكبر بما بين 2 إلى 13 ضعفا من العدد المسجل رسميا للإصابات. وتؤكد هذه الإصابات غوا ومشاهدينا وهذه الأرقام أيضا أن عدوى الفيروس تنتقل بواسطة أشخاص قد لا يعلمون أنهم مصابون. وقالت الهيئة الصحية الحكومية إنها أجرت بين مارس ويونيو فحوصات مخبرية على عينات في بنوك الدم في 10 مناطق في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان أصحاب هذه الدماء قد أصيبوا بالفيروس. وأوضحت الهيئة أن نتيجة هذه الاختبارات أظهرت أن ما بين 1 و5.8% من سكان هذه المناطق كانوا مصابون بالفيروس في تلك الفترة. أما في نيويورك بلغت الحصيلة الفعلية للمصابين 10 أضعاف الحصيلة الرسمية.